السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا طيب، الحمد لله من فضل الله. يا شيخ، نرى كثير من الناس بين الأذى بين الإقامة والصلاة، يعني يصلون على النبي ويوحدون الله، فهل وقفت على شيء في السنة من الدعاء بين الإقامة والصلاة؟ الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أمران، بين الأذان والإقامة في دعاء، لكن أنت تقصد بين الإقامة والصلاة، ورد حديث في هذا بس منازع في ثبوته، قد خرجته في كتاب صحيح مسلم أذكار اليوم والليلة، يعني في حديث يحث على الدعاء أيضا بعد الإقامة إلى الصلاة، لكن في سنده نزاع. بارك الله فيه كدعاء.